أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2,713,000,000، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 0.59%، يغلق عند مستوى 16,096 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 نسبة بلغت 1.28%، ليغلق عند مستوى 2,883 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 4,331 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.20%، ليغلق عند 160 جنيهاً. يليه سهم شركة العامة للصوامع والتخزين بنسبة 6.43%، ليغلق عند 133 جنيهاً. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 5.45%، ليغلق عند 6.96 جنيهات. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 10.53%، ليغلق عند 8 قروش. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري، انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان، أستاذة منى مصطفى عفوا، مدير التداول بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري، برنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك أستاذة منى. يعني بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم تباينا في الأداء على عكس التوقعات المتفائلة بسبب استمرار مرونة أسعار الصرف. ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم؟ والله هي التوقعات المتفائلة لسه مستمرة معانا، يمكن التباين النهاردة يمكن من أفضل السيناريوهات المتوقعة إن احنا نشوفها في السوق. النهاردة يمكن عند السيرتي أو المؤشر EGX30 شفنا جلسة كانت إيجابية جدا، بعد حتى لو بعد احنا قلصنا جزء من المكاسب بمنتصف التداولات، وده يمكن نتيجة لمبيعات جني الأرباح على أغلب القياديات من قبل المؤسسات العربية خاصة، واللي ادى بالمؤشر ان هو يفقد معظم مركزه الصباحيه، الا اننا وطبعا قفلنا بشكل طفيف، الا اننا احتفظنا بمستويات ال 16,000 بشكل قوي. احنا قفلنا اعلى 16,100 نقطه، يمكن ده جاي من مساهمه كبيره او بدعم كبير من التجاري الدولي اللي قدر ان هو يوازن مبيعات العرب، وانهى يعتبر عند اعلى نقطه فيه، اعلى نقطه ليه بارتفاعات تجاوزت 2%. وهنا بنقول ان جني الارباح دخل الجلسه من افضل السيناريوهات، لان هو بيحافظ على ضبط ايقاع السوق، خاصه ان الدعم بيجي على الاسهم القياديه من قبل المؤسسات المحليه، او الدعم من شراء المؤسسات المحليه، وده بيبدا ان هو يوزن لي عمليات البيع اللي جايه من جانب العرب ومن جانب الافراد، خاصة إن إحنا بنشوف على مدار الفترات اللي فاتت، أو إحنا شايفين يمكن نقدر نقول من الربع الأخير ل 2022، وإحنا شايفين دخول وتركيز قوي جدا من المؤسسات المحلية إن هي تدعم المؤشر الثلاثيني وسوق الأسهم بشكل كبير. نعم. وعليه عمليات جني الأرباح اللي بتحصل في خلال الجلسة أو بتحصل على مدار الجلسة، ويمكن حتى لو شفناها كمان ما يعني نقدر نقول إن هي ما بتطولش، ما لا تتجاوز الجلستين على مدار الأسبوع، هو تكون فرصة جيدة جدا إن احنا نلاقي دماء جديدة بتدخل السوق عشان تقدر إن هي تدفع الأسهم مستهدفات سعرية أعلى. ده بيدعم لحد كبير استمرار عمليات الصعود سواء على الأسهم أو على المؤشر. نعم.